السلام عليكم. جيت ان شاء الله نتقاسم معكم هذه الجمله في هذه الطبيعه تبارك الله الخلابه. هذا المكان هذا هي تواجد يعني ما بين الحي اللي كنسكن فيه سعد المكان اللي هو سميتو هيستوريك ديفنغان بروفانشيال بارك. يعني هذا المكان هذا البارك يتواجد ما بين رحاب الجبال. انتم كيف ما كتشوفوا هذه الجهه كاين الجبال وفي الوراء ديالو كاين واحد النهر ديال الحريه. ان شاء الله يلا غادي يلا معايا نشوفوا هذاك النهر. تبارك الله الطبيعه خلابه بامتياز. التمثال ديال المرأة الحرية ليدي اور ليدي اوف بيس. كنلقاو ديال الرجل يعني تمثال الحرية يعني في نيويورك. وهذا هنا كيتواجد التمثال. وفي الجهة الأخرى كيتواجد نهر الحرية. نمشيو نشوفو مجموعين. شوفوا في هاد الجهه كتلقاو الجبال ومن الاتجاه الاخر كتلقى يعني النهر. يعني بصراحه شيء جميل كيرتاح الانسان حضن هاد الطبيعه الجميله. هنا كتلقى الناس كيجيو كيجيبو كيخيمو على شتو دايرين الضرورة ديالهم هنايا. الى شفتوا في داك المكان يعني كاين القنطره راه شوفي دايزه.
فردوس. دابا هاد المكان اللي جينا له راه دابا كنقدروا نجنيو ستروبيري ولا هذاك الفرامبواز. يعني دابا حنا غنختارو هذه فيه فريز فاحنا غادي نجنيوه يلا على نجنيو. صراحة ما شاء الله اي شهي. شوفوا تبارك الله الطبيعة باقي الناس تبارك الله الهيل الفوق يعني جبال وتحت كاين هاد البلاصه ديال الفريز كيجيو الناس يجنيو ياخذوا اللي بغاو. دابا انا هادي غنمشي نعبرها كيشتو هاد المكان تاعها فيه بلايصه ديال لاكلاص. حنا خدينا كلاص نبردو على قلبنا بستة وثلاثين درجة حرارة. هي كان في الصيف ستة وثلاثين درجة حرارة. وشتو كيف هذا اللي دايرين فيها بلاصه ديال البول ديال الدراري. هاد الشتو راه واحد كيبربلو